الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من أتى إلى المسجد وقد دخل وقت الأذان ثم قام بالأذان، وبعد الفراغ من الأذان دخل مؤذن المسجد الرسمي، فهل له أن يؤذن مرة أخرى أم يكتفى بالأذان الأول؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكمة في الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وقد تحققت هذه الحكمة والمقصود الشرعي من الأذان بأذان ذلك المؤذن الأول، فلا ينبغي للمؤذن الأصلي أن يعيد هذا الأذان لتحقق المقصود منه، ولكن إذا لم تطب نفسه بتقدم أحد بالأذان عليه فعلى من تقدمه وافتأت عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من معاودة هذا الخطأ مرة أخرى، لا سيما إذا لم يتأخر المؤذن عن ابتداء الوقت، عن الأذان في أول الوقت. وأما إذا كانت عادة المؤذن أن يتأخر كثيرا فلا يؤذن إلا بعد انتهاء أذان الناس ودخول الوقت بمدة كبيرة لا يمكن أن يتسامح في مثلها، فلا حرج على من دخل المسجد قبله أن يؤذن في الوقت، بل لا ينبغي للجهة المعنية وهي إدارة الأوقاف أن تقر مؤذنا يتخلف عن الأذان في أول الوقت، لأن المقصود هو التأذين في أول الوقت لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. وأما إذا استعجل أحد الناس وجاء ودخل المسجد وأذن في أول الوقت قبل دخول المؤذن ولم يتأخر كثيرا فإن هذا يعتبر مفتئتا على المؤذن، فإذا تكرر ذلك منه فالواجب تعزيره حتى يرتدع عن هذا الافتئات، فإن أولى الناس بالأذان هو من وظفته الدولة والجهات الرسمية في هذا المسجد، فلا ينبغي الافتئات أي التقدم عليه. وأما أن يعيد أذانه فإن هذا لا ينبغي، والله أعلم.